أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثالث حول موضوع مس الحائض للمصحف، اختلف العلماء، فمنهم من قال إنها تلمسه بحائل، ومنهم من قال إنها لا تلمسه ولكن تقرأ عن ظهر غيب، فما الصواب؟ ولا سيما إذا كانت المرأة تحفظ القرآن وتريد مراجعته في أيام حيضها حتى لا تنساه. الصحيح من قوله العلماء أنه يجوز للمرأة إذا نسي إذا خشيت نسيان حفظها من القرآن أن تقرأه في حالة الحيض إبقاء عليه من النسيان. وأما المصحف فلا يجوز لها أن تمسه مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. وأما مسه من وراء حائل كما ذكرت السائلة فلا مانع منه، لأن المنهي عنه مباشرة مس المصحف بدون حائل، هذا هو الممنوع. نعم.